رز بالخلطة والكبد والقوانص. النهاردة هنعمله مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة وحلوة وأنضف وأجمل من بتاع المطاعم. في الحلة هنا بتاعتنا هنحط شوية زيت، مش عايزة زيت كتير، يعني هما معلقة زيت عشان هنزل القوانص الأول. هنحط مع نص معلقة سمنة صغيرة. أنا قلت لكم إن إحنا مش عايزين الموضوع يبقى دسم قوي عشان إحنا هننزل بالقوانص الأول نديها تشويحة. كده كده إحنا عارفين إن القوانص بيبقى فيها نسبة دهون. احنا كده قعدنا نشوح فيها من 5 لـ7 دقايق. نعمل ايه بقى عشان نتفادى ونتلاشى اللي انا لسه قايله عليه دلوقتي، لان احنا لما بنروح المطعم بنلاقيها لسه ما استوتش. هنحط عليها ربع كوبايه ميه عشان تستوي بيها، مش كتير، وهنسيبها على النار تستوي. هنغطيها ونسيبها لمده يعني لحد ما الميه اللي فيها دي تنشف. كده خلاص، بعد ما الميه اللي احنا حطيناها على القوانص عشان تستوي معانا، احنا طبعا عارفين ان القوانص بتاخد وقت شويه عن الكبد، احنا خلاص اهو نشفت خالص. هننزل بالكبد بتاعتنا برضو نديها تشويحتين في النار. خلاص احنا بقى نحط التوابل بتاعتنا. ايه هي التوابل بتاعتنا؟ كام واحده كده كوبيبه صيني بحالها سليمه. هنحط عود قرفه عشان بس ايه يعني حاجات كده تبقى منكهات للطعم، عشان ما يبقاش معايا هنا اي ريحه في الاكله بتاعتنا، ولا ريحه زفاره ولا اي ريحه مش مستحبه. فصين حبهان، رشه روزماري، ويفضل بقى ان يبقى عود، يعني انا كنت عايزه اجيب يعني فريش ويبقى عدان، بس ما لقيتش، فالاحسن ان يبقى عدان. تشعيره قرفه ناعمه، تشعيره جوز الطيب، هنحط الملح بتاعنا، معلقه ملح صغيره، نص معلقه فلفل اسود. الناس اللي حابه بقى ان هي تحب تعمل الرز ده يكون اصفر، انا هعمله النهارده بني. اللي حابه تحط يعني عايزين الرز اصفر يحطوا يزودوا في البهارات بتاعه الرز ده، هو نفس الطريقه، بس يحطوا معلقه كاري او كركم او زعفران، هيدينا اللون الاصفر اللي احنا بنحبه. بعد كده بقى المفروض ان احنا يعني خلاص حطينا التوابل بتاعتنا وخدت تشويحتين كده بقلب التوابل. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنرفع الكلام ده كله في طبق كده على جنب وهنشوف مع بعض هنعمل ايه. في نفس الحله، مش عايزين نروح بعيد بقى عشان احنا كله عايزين نعمله في حله واحده. في نفس الحله هننزل بنص معلقه سمنه ومعلقتين زيت، وهننزل بالبصله بتاعتنا. هنحط البصله بتاعتنا كده، انا عايزاها في نفس الحله عشان عايزه تاخد من ريحه الكبده اللي كانت في الحله والتشويحه بتاعت التوابل اللي كانت في الحله. البصله بتاعتنا هنا اصفرت، هنزل بالرز بتاعنا ياخد برضو من ريحه البصل وريحه السمنه والزيت والتوابل اللي كنا حاطينها على الكبد والقوانص، ياخد تقليبتين في قلب السمنه. انا هنا معايا كوبايتين رز، هما كوبايتين رز، عايزه تحطي اكتر براحتك حسب كميه الكبد والقوانص اللي عندك واللي انت عايزه مثلا تعملي وليمه كبيره كده وحله، تمام كتري براحتك مفيش اي مشكله. هننزل بقى بالميه بتاعتنا اللي هي العيد بتاع الرز، وهنحط الملح بتاعنا وحبه التوابل. انا مش عايزه احط توابل كتير في الاكله عشان مش عايزه طعم التوابل يبقى غالب على الاكله بتاعتي، انا عايزه احط تشعيره بس تنكه وتدي ريحه للاكله بس، مش هنكتر من التوابل، هي بس ايه تشعيره فلفل اسود صغيره، معلقه ملح، وما ننساش ان احنا حاطين ملح معانا في الكبد والقوانص. هنحط تشعيره قرفه، تشعيره جوزة الطيب، بس كده خلاص. كده احنا هنغطي الرز بتاعنا، واول ما يتشرب هنوطي عليه خالص لحد ما يستوي معانا. ده شكل الرز بتاعنا بعد ما اتشرب وخلاص داخل في السوا. هنزل بالكبد والقوانص بتاعتنا على الرز وهندي تقليبه بقى الكلام الحلو ده كله كده مع بعضه عشان يستوي الرز مع الكبد والقوانص. الرز بتاعنا هنا كده استوى اهو، شايفين بقى حلو ومفلفل ازاي.
مفيش ولا رزية لازقة في التانية ولا معجن ولا أي حاجة، مفلفل ونازل جميل. عايزة أقول لكم إن الريحة هنا عاملة قلبان، ولا في ريحة زفارة، ولا في ريحة مش مستحبة اللي احنا بنشمها في الكبد والقوانص دي. وأهم حاجة التتبيلة والتوابل، كل ما كانت التوابل مش كتيرة قوي عشان ما تغلبليش على طعم الأكلة، التوابل معقولة. وأهم حاجة نتأكد من نظافة الكبد والقوانص، الكبد والقوانص لازم تتنظف حلو جدا وتتغسل كويس قوي. ونفتح القلب، طبعا احنا عارفين ان في القلب فيه بيبقى فيه دم، لازم يتفتح نصين ويتشال منه الدم ده كله ويتغسل حلو قوي. تاكلي احلى رز بالخلطة والكبد والقوانص ما كلتهوش في اي حتة ابدا. خلاص احنا خلصنا الاكلة بتاعتنا، الرز بالكبد والقوانص. مش عايزة اقول لكم الريحة والطعم عامل ازاي، عايزاكم تجربوه بالطريقة دي وتقولي رأيكم في كومنتات. كل وصفاتنا تجدوها حصرياً على موقع الوصفة.com.